بونسوار ريدا. هاي. نحن معك ريدا بطرس حضرتك منسقة المشاريع بجذور لبنان، التقينا فيك فجأة بالسيتي مول وخبرتينا عن شيء كثير حلو أنت عم تعمله، شو هو؟ مظبوط، حملة جذور لبنان، نحن هون بالسيتي مول ل 22 هيدا الشهر، سيتي مول حب يعمل هيدا الاكتيفيشن يلي هي كل شخص بفوتر بسيتي مول بجيب الفاتورة وبحطها عنا هون بالبوكس، كل فاتورة هي 1000 ليرة لجذور لبنان لحتى تشجر بعد بلبنان. اوكي، شو الميشن تبعكم؟ نحن نشجر كل المناطق يلي صارت جاردة أو قاحلة نرد لها شجر، صاروا 300,000 شجرة بكل المناطق بلبنان وحابين نزيدهم. اوكي، كيف عم بيكون اقبال الناس؟ كثير حلو، كل الناس مبسوطين، جايين حاملين هول البيمنتس والفاتير يلي عملوهم وعم بحطوهم بالبوكس وكثير كثير حلو. كيف اليوم مقابل كل فاتورة عم بيساهموا الناس عم بيساهموا ب 1000 ليرة؟ هني ما عم يخسروا شيء، بكل بساطة عم يتمشوا بالسيتي مول هني وعم بيعملوا شوبينج، عم يجيبوا الفواتير ويحطوهم اولاد كبار، حتى عم يتبنوا ارز عنا، نحن عنا حملة اسمها ادوبت سيدر او تبنى ارزة، بيجوا بيتبنوا ارزة، هي بتكون ارزة ديجا مزروعة ونحن عم نهتم فيها، بنعطيهم شهادة باسمهم مع الجي بي اس لوكيشن تبع الشجرة، سو هني بيطلعوا على الارض وبيلحقوا الجي بي اس وبيطمنوا عليها. طيب وين اللوكيشنز يلي رح يكونوا من ضمن هالميشن تبعكم؟ اذا ادوبت سيدر رح يكونوا بيكفر دبيان وبفريا، هن مواقع لنا 10 سنين عم نزرع فيهم وعم نهتم فيهم. اوكي، ريدا بطرس منسقة المشاريع بجزر لبنان، ثانك يو لك. ميرسي لكم، ثانك يو.